ده ما ده انشاء الداتابيس، ده كله كرييت. واضح الخط هيك بالاول؟ كرييت داتابيس، ايش اسمها؟ بدي اسميها مثلا نيوز سيس، نظام الاخبار يعني، موقع اخبار. بعدين راح اقول له ايش؟ جو. في خطأ، داتابيز اكزيست يعني انا منشاها قبل هيك. استنى اشوف، هي موجودة عندي مسبقا، فلو انشأته الامر مش راح يشيك عنده الايرور هذا لانه انا عندي موجودة. تمام، واضح. خليني احذف هذه، كنت عملتها كتست يعني، دروب داتابيز نيوز سيستم، درجة عبدها من الأول يعني مع بعض. قفان ده، أقول له كرييت داتابيز نيوز سيس، فصل الخطة، بعدين نروح جوه. هي انشأ داتابيز، هي جت من تحت، هيها بدي اقف داخلها الان وابدا انشئ الجداول. اول جدول بدي انشئه اللي هو نبدا بجدول الكونتاكت، هذا ملوش علاقه بحدا. انشئوا، تنشئوا انتو. يلا انشئوا. تيبل، هذه محجوزة. بعدين نحط اسم الجدول، نفتح قوس، نسكر القوس، فاصلة مربوطة، وفي داخل الكود نكتب الاتريبيوت السعرية، الاي دي تبع الاي دي هيكون معايير انتظار، هو برايمري كي، وبعدين وهكذا. بقول له كرييت تيبل، ايش اسم الجدول؟ كونتاكت، ايش في؟ بفتح قوس بذكره وبحط هنا ايش اللي هو الموجود في. تمام هيك، ايش في عندي؟ اي دي نوعه انتجر، بدي اقول مثلا 11. طبعا هو برايمري كي، قيد لازم يكون برايمري كي، مفتاح اساسي يعني. ايش في كمان؟ اللي هو النيم، بار بار كار مثلا 300 ماكسيمم او مثلا 100، بدي اقول له نوت نال. بعدين تيجي التايتل او السبجكت، بار كار مثلا 300، بدي اقول له نوت نال قيد، يعني لازم يدخل العنوان والديتيلز. بدي اقول له ايش؟ لونج تكست. ليش لونج تكست؟ لانه بيدخل كتير، مثلا 5000. طيب ليش؟ والايميل بحطه هان تاني شغله، او هان طبعا الترتيب مش مهم، بس انا عشان زي الجدول هذا، بار كار مثلا 100، بدي اقول له مثلا نوت مول، وروح بو هيجو في ايرور لونج تكس، هذا المفروض محدد الشان. هو لونج تكس لحاله بياخد طول افتراضي، ولا حدا بيتفرج على الشاشة يعني. طيب ليش نشوف الجدول اللي بعده؟ الجدول ايش؟ خلينا نعمل جدول التاجز، بدي اقول له كرييت تيبل، اسميه تاجز، ايش بياخذ؟ يا شباب اللي ورا، يا أمير وأمير أمير أمير أمير، والله تطلع على الشاشة، انتبه معاي. بدي أقول له أول شي الأي دي طبعا الانتجر، هو برايمري كي
برايمري كي، وفي عندي اللي هو النيم فاركار مثلا 300، بدي اقول له نط نط نل، ايه بصله بدي اعمله جو. هي انشا جدول ايش التاجز، بدنا نعمل جدول الكاتيجوريز نفسه بالضبط، بس هنا ايش كاتيجوريز طبعا عندك تكتب كلمة تيبل، ايه تيبل نفسه بالضبط جو. بدي انشئ جدول لبلوجز، بدي اقول له بلوج او عفوا كرييت تيبل بلوجز، افتح قوس وسكره. ايش في اشياء اللي هو الاي دي انتجر، برايمري كي، برايمري كي، في عندي اللي هو التايتل، التايتل فاركار 255 او خلينا نقول 300 400، بدي اقول له نط نل كقيد يعني، والتايتل يونيك صح؟ يعني فيش خبرين نفس العنوان صح؟ نفس العنوان خبرين؟ ما اتوقعش بكتب ويتبع او اشي زي هيك، بس خبرين نفس العنوان ما بلاقيش يعني. details details بدي اقول له long long text، وبعدين في عندي الصورة image بدي اقول له varchar 200 او خلينا نقول 400. طيب ايش وضايل اللي هو كاتيجوري اي دي كيف بنعمله؟ بدي اقول له كات اندرسكور اي دي، هذا المفتاح اللي سالتنا عنه يا يوسف. كيف بدي اقول له كاتيجوري اي دي نوع انتجر؟ طبعا لازم النوع يا شباب يكون هذا النوع يا زينب، لازم يكون هذا النوع نفس النوع اللي كتبته في الجدول الاصلي، يعني ما ينفعش مثلا احط له كاتيجوري اي دي وهنا يكون مثلا نوع فاركار، لازم يكون نفس الداتا تايب. طيب فهم بدي اقول له الكات اي دي، يعني بدي احط الان مفتاح الفورين، بدي اقول له فورين كي، مين الفورين كي عندي؟ فورين كي مين؟ الكات اي دي، عمين بشاور لمين اصله؟ برجعه بقول له ريفرنس، ريفرنس مين؟ الكاتيجوريز. طبعا هو حق بالضبط بالكاتيجوريز اللي هو اي دي. هيك انا شاورت عليه تمام يا يوسف، هيك انا هاي الكاتيجوري اي دي حطيته في حطيته في البلوج، وهيك السطر هذا فهمته انه هذا الحقل اصلا من جايبه من الكاتيجوري، من جدول الكاتيجوريز تمام، عشان نربط بينه. انا بدي اعمل له ران جو، هاي الكود هاي تطبقوهم هذول لحد الآن. طب خذوا وقت شوي طبقوهم لحد ما وصلنا جدول التاجز وجدول التصنيف. خلينا نعمله قدام سحاد، بقول له كرييت تيبل، ايش اسميه؟ الاسم اللي بدك اياه، بس يفضل يكون المقطع الاول من او الاسم الجدول الاول اندرسكور الاسم الجدول الثاني. بدي اقول له بلوج اندرسكور تاج، افتح قوس واسكره وفاصله مخطوطه، وهنا بدي اقول له ايش التاج اي دي او البلوج اي دي، طبعا نوع انتجر، و التاج اي دي وش نوعه انتجر، لازم يكون نفس النوع اللي كان عليه هداك، يعني الاي دي تبع بلوج كان انتجر، هذا لازم يكون انتجر. هيك بدنا نحط اللي هو المفتاح الاجنبي المفتاح الاساسي. طبعا في عندنا فورين كي، مين اول واحد اللي هو البي اي دي، البي اي دي طبعا لازم اكتب كي هان فورين كي، البي اي دي
البيئة دي لمين بقى؟ بشاور. عمين بشاور؟ عمين بشاور؟ على بلوجز، ريفرنسز بلوجز. انا هو حق بالضبط الاي دي اللي هو بالشرط، دايما كمان مره بحكي مش شرط الاي دي اللي هو هذا بشاور، يعني مفتاح اساسي مش شرط اي دي، ممكن يكون شيء ثاني. وبدي احط فاصله واكرر هذا السطر. الان بدي اقول له التاج اي دي ريفرنسز، طبعا هذه بلوج صح بالاس حطيناها. وهنا اقول له تاجز اي دي نفس الهاش. والان البرايمري كي، مين البرايمري كي؟ الاثنين مع بعض. بقول له برايمري كي اللي هو عباره عن البي اي دي فاصله التي اي دي. طيب سكرنا القوس، نعمل جو. خلينا ننسخ عشان اجيبكم اياه انتو. هي انسى. لو جينا اصغر شوي الشاشه يقرا. يلا هيني جاي الخطا. لاحظوا يا شباب هاي زينب، لاحظوا جداول هي كلها اجت عشان بالبلوجز والبلوج تاج والكاتيجوريز والكونتاكت والتاج، هاي كل جداول. هاي الكود تحطوه عشان تطبقوه هاد. يلا طبقوه على السريع عشان نبدا في شي ثاني. الملف لازم يكون عندي هاي، شايفين تستر دوت بي اتش بي. لما تفتح الملف بالزر اليمين، طبعا في اي محرر ممكن تعمله في الاتوم في البراكت زي ما بدكم. هيا افتح يا صبح الله في الاتوم بفتحه يا شباب بدون صوت، يعني عشان انشئ ملف بي اتش بي. علق الجهاز شوي ثواني بالزر اليمين بدي افتحه بالنوت باد بلس بلس. وش بساوي؟ ببدا افتح في كود، بقول عشان تكتب بي اتش بي وتحطي هيك القوس هذا، تكتب بي اتش بي وبتسكر القوس هيك علامه استفهام. ممكن احذف كلمه بي اتش بي يعني عادي. تمام، خلينا نحط هيك عشان يعطي انديكيشن او انطباع انه مستور احنا على البي اتش بي. عشان اكتب مثلا بدي اطبع مثلا هالوورد، بقول له ايش في عندي ليكو، هي عباره عن داله للطباعه، غير نتعرف عليها يعني لقدام شوي اكثر، بس عشان نبدا شوي نشوف كيف شكل البرنامج او شكل اللغه. بس لو اكتب له هلو الوورد، تمام. هاي كنترول اس تفحص اذا البي اتش بي كيف. اول شيء بنعمل ملف تكون امتداد دوت بي اتش بي، بعدين بدي اعمل له هيك افتح التاج واسكره، هذا معناها انه بيبدا بي اتش بي. ليش كم نعمل طب الشغل هذا؟ ليش ما خلص ما هو طلعوا لما نعمل كويس هيك. طب ليش بنحط البدايه والنهايه مثلا؟ نقول له هيك ما خلص هاي دوت بي اتش بي، ليش مكتوب هاند جوا بي اتش بي؟ بالضبط. لو بدي اكتب داخله بي اتش بي اتش تي ام ال، هاف بدي اجيب مثلا، لو اخذته للبي اتش تي ام ال بدي اجيب مثلا البدايه تبعت البي اتش بي، ايش بتكون؟ بي اتش تي ام ال يعني البادي وهيك. هادي تمام، تعرفوها كلكم صح؟ بس شو بدي يظل يكرر الكود. هاي ده سخات. الان لما بدي اجي اكتب لكم هيك، صح انه الملف امتداد دوت بي اتش بي، بس هو فعليا هنا بقرا ايش؟ اتش تي ام ال. فعشان افهمه انه هذا بي اتش بي بدي احط الاشاره هذه اللي هو الفتحه هذه، معناها انه لو سمحت هنا انا بكتب بي اتش بي، افهمها انه هذا بي اتش بي مش اتش تي ام ال. تمام، واضح الورق. نحفظ الشغل. بدي اجي اعمل تشغيل الملف. هسه بدي احطه في مكان هيك، ثواني ثواني، بدي احطه مثلا هاي في الجي، بدي اقول له ايش؟ اعمل له، بدي اقول له في الجي تستر. ايش توقعوا يطلع؟ طلع ايش طلع؟
المفروض انا اعطيني جملة طباعة. طب ليش عشان اعطاني الكود زي ما هو؟ السيرفر هاي شغال بالضبط. شوفي يا شباب، لانه حكينا شايفين انتم، حكينا حكينا انه البي اتش بي بيشتغل على السيرفر. طب انا وين حطيته؟ هان حطيته على الجي بس شغلته. هيك هو مش راح يفهم انه هذا عباره عن كود بي اتش بي. ليش؟ لانه حكينا البي اتش بي ما بيشتغلش الا ناحيه السيرفر فقط. طب وين مكان السيرفر عندي في الاكزام؟ بقول لي تمسك الملف تبعك هان، بتروح على السي. طبعا غالبا بكون في السي الا اذا انتو لما عملتوا تنزيل اخترتوا شيء غير السي. بعدين بتروحوا اللي بتلاقوا هون الاكزام، تروح على شغله اسمها الاتش دوكس. هنا بحط ملفات البي اتش بي، تمام. هاي بدي احط لها ايش؟ لصق. هاي الملف اجهان، لان هنا لما نحطه هان خلص بصير ايش؟ يشوفوا في السيرفر، فبصير بيعالجوا على السيرفر. السيرفر المحلي زي ما حكينا اللي هو على الجهاز تبعنا لاغراض التست. ما رفعتش على النت زي ما حكينا، للاسف اللي حكيناها انه بديش ارتبط بالنت، ولانه هذاك مدفوع. بنروح على السي، المكان اللي نزلت فيه الاكزام ممكن يكون شيء غير السي، بس غالبا هو الافتراضي بيجي السي. بعدين بروح على الاكزام، بعدين في شغله اسمها الاتش تي دوكس، شايفين انتم؟ اتش تي دوكس عندنا سي، بعدين في عندنا اللي هو الاكزام، بعدين في اللي هو الاتش تي دي دوكس. انا هون كان بحط اسم الملف تبعي، تمام. يا سامر ايش بدك تسال؟ تشرح معي. اول شيء بقول له على السي، بعدين الاكزام، بعدين بروح على اتش تي دوكس، بفتحه بحط هنا بكتب الكود تبعي، لانه البي اتش بي بيشتغلش الا على السيرفر. هقيت لو طب بدي افتح الملف هاد كيف اصل للسيرفر؟ يا بروح برجع على الاكزام هان، بروح عند الاباتش بقف اللي هو السيرفر تبعي، بقول له ايش؟ ادمن. هذا بعطيني الصفحه اللي هي الداشبورد، الصفحه هذه هذه الصفحة، بروح بستدعيها. طبعا احنا بدناش الداشبورد هذا اللي بتكون ديفولت، اللي هي الداشبورد الترحيبية بتكون، بدنا التستر اللي عملته انا، الملف اللي عملته، مش اسمه تستر؟ تستر دوت بي اتش بي، هذا هو الملف اللي عملته. شايفين؟ راح كتب لي ايش؟ هل هو تمام؟ وراح ترجم كمان ال اتش تي ام ال. لاحظوا هان ايش كانت هيك. ليش انا ما ترجمش ال HTML؟ لانه كان الامتداد تبعه دوت بي اتش بي. ما فهمهاش بالضبط، ما فهمهاش ولا فهمها HTML ولا فهمها بي اتش بي. فاذا كان الكود عندي دوت بي اتش بي لازم احطه ناحيه السيرفر، تمام؟ بحطه ناحيه السيرفر، وبعدين كيف اصل له؟ كيف اصل الملف؟ بقول له لوكال هوست، معناها انا في السيرفر، هان انا واقفه في السيرفر. طب انا هو ملف في السيرفر، طب السيرفر عليه كم ملفات؟ بدي ملف اللي انا عملته اسمه تستر دوت بي اتش بي، تمام؟ واضح؟ واضح؟ طب تعملوا ملف هيك بسيط صغير وتحطوه على السيرفر وشوفوا بيشتغل عندكم ولا ايش الوضع؟ طب شوفوها عندكم. ملف اللي انشأنا من شوي اللي هو اسمه تستر، جيت هان قلت له ايكو، طلع لك السي سمول لتر، لو حطيتها كابيتال وعملت له تشغيل لاحظوا فيش مشاكل عندي، تمام. اذا هذه مش حساسه لحاله الحرف. طيب لو متغير، لو عرفنا، لو بدي اعرف فانكشن معينه، تعريف الفانكشن واستخدامه غير نتعرف عليه لاحقا، بس بشكل بسيط الفانكشن عباره عن بلوك من الكود بتنفذ. يعني بلوك، يعني مثلا بدي داله تشبع رقمين، تمام يا اللي هان؟ شو اسمك انت محمد؟ طه. طه.
لو كنت تدلها مثلا تجمع رقمين، بدي اقول له مثلا فانكشن، بقول له فانكشن الكلمه محجوزه فانكشن، بدي اسميها مثلا صم، هدفها تجمع رقمين. تمام، بدي اقول له هنا ايكو مثلا 1 زائد 5، وهنا عشان هذه الفانكشن هيك ايش بتبدا هنا وبتنتهي هنا. لو بدي انفذها استدعيها يعني بدي اقول له صم بس هيك، اذا بدي اعمل رن هان انا عملت لها ايكو. شغالين على التستر احنا. طب لو قلت له نص اشوف بعدين هذا هو. كيف؟ هيا فانكشن. طب اقول مثلا هذا عبارة عن greeting، هذا عبارة عن تحية يعني عشان اشرح الكود تبعي. لو يجي مثلا واحد من بعد يقرا يفهم انه هذه مثلا، طبعا الكود احيانا بيكون اعقد من هيك وبده شرح اكثر، فلو مثلا بدي اشرح لمستخدم يجي من بعدي، لو كنا مثلا بنشتغل في فريق او مثلا نفسي مثلا بعد سنه جيت طلعت على الكود ما فهمتوش لانه فيش كومنتس. لو جيت انا عملت ران طبعا فيش مشاكل. اذا ليش الكومنتس ايش هدفه؟ اها هو بالاخر بترجموش الكود. تمام، بالاخر بترجموش الكود، فبيجي نفس الاسطر هذه زي بتطلع بيجي يبدا بي اتش بي. بي اتش بي هلا فاضي فاضي، بعدين هذه كوبايه بديش اقراها، هذه كوبايه بديش اقراها، بعدين عندي الايكو بطبع. تمام، اذا الاشياء اللي معمول عليها كومنت بتجاهلها ما بقراهاش. بالنسبة لنوع الكومنت في عندي 3 أنواع الكومنتس. في عندي اللي هو سنجل لاين اللي هو على مستوى سطر واحد، لاحظوا لما نزلت سطر جديد وكتبت كلام أجان ايرور، هان كتبت هيك كلام أجان ايرور. ليش؟ لأنه هذا الكومنت بس على مستوى السطر، طالما أنت واقف في السطر هان بيعتبره كومنت، لما تنزل سطر جديد خلاص بيعتبره سطر برمجي جديد. فبنحكي عنه هذا سنجل لاين، هذه أو هذه نحكي عنه سنجل لاين كومنت. ايش يعني سنجل لاين؟ يعني الكومنت هذا بس على مستوى سطر واحد، واضح؟ تمام؟ طب اعطوني انطباع احكوا. طيب طبعا هذه او هذا، طب لو انا بدي اعطل اكثر من سطر في الكود بالضبط بحط في عندي سلاش نجمة وبعدين نجمة سلاش. لو بدي أعطي مثلا عندي كلمة مثلا هالو وورد، بدي أعطي له كل واحدة في سطر، بدي أقول له إيش؟ أقول له هالو، هاي سلاش نجمة بحط، وفي الآخر بحط نجمة، ما أنا أخلص التعليق بحط نجمة سلاش. هذا تشغل يطبع، مش راح يطبع ولا حاجة، هذه من فوق من ال HTML، واضح؟ تمام؟ طب لو مثلا عندي مثلا ايكو 1 زائد 3 زائد 6 زائد 6، تمام؟ وعملت بدي اعطل هذه الجزئية جزء من الكود بالضبط، بعمل له زي هيك، طلعه بدي اقفل، بس بدي احذف هذه الستة، بدي اقول له سلاش نجمة وقف، انا اقول له نجمه سلاش هيك غريج يطلع يقرا ايكو بمسك الواحد، 1 زائد مين، طبعا هذه بشوفهاش زي كان هاد زيك مش موجوده. تمام، وبعدين بجمع عليها الستة، نعمل ران بيطلع الناتج 7. ليش 7 كمان مره؟ بمسك هاي ايكو 1 وهذه بشوفهاش مغطى عليها، مغطى عليها وبشوف بعدها ايش الستة، واضح؟ السنجل لاين والمالتي لاين، وهذه بنسميها ايش؟ لو بدي اعمل ديسيبل للكود، اذا في عندي الانواع سنجل لاين وفي عندي مالتي لاين اللي زي هيك،
وفي عندي تعليق جزء من الكود اللي هو سلاش نجمة ونجمة سلاش. تمام؟ طيب بنجي قد نحكي عن المتغير. ايش تعريف المتغير؟ بالضبط، زي مثلا تروح على الدكان تشتري كذا غرض، بالاخر بتقول له ايش؟ بحط لك اياهم في كيس، بتسحبهم وبتاخذهم. الشنطه مثلا بتحط اغراضك وبتاخذهم. اذا الشنطه او الكيس اللي بتحكي عنهم حاويه او شيء بيحتوي الاشياء يعني. فبيجي هون الحاجه في البرمجه لايش؟ متغيرات. مثلا عندي انا رقم 5 وعندي 7. بعدين هيك في الهواء لو بدي اشبح مع بعض ممكن اقول له انا ايكو غاز دلتا. طب لو انا مثلا بستخدمهم في داله بدي اعمل عليهم عمليات، يعني مثلا بجيب بالافرج بجيب بدي احطهم عشان بدي امسك هذا واحطه في المتغير عشان اتعامل معه ومسكنا احطه في المتغير عشان احجز له مكان في الذاكره. تمام؟ احذف فيه القيمه تبعت 5 أو 7. كيف أعرف المتغير؟ بحط أول شيء إشارة الدولار ساين، الدولار ساين هذه لازمة هذه. بعدين أنا بحط اسم المتغير مثلا إكس بدي أقول له، بعدين أقول له إيش يساوي 5 مثلا. هيك حولت أنا الخمسة داخل المتغير إكس. نعم بالذاكرة إيش بصير؟ فبيجي هيك بالذاكرة بقول اه في عندي اكس تساوي 5. لو بدك اياها لاحقا بقول له ايكو اتبع مثلا الاكس. تمام؟ ايش بصير هان؟ بقول له ايكو للاكس، وين الاكس؟ استنى بدور عليها بالذاكرة موجودة ولا لا؟ اه هي الاكس حط قيمتها تفضل 1. تمام؟ نايمين عليهم اه حالا طيب بس ركزوا معي شوي. طبعا حكينا المتغيرات حساسه لحركه الحرف، هذه شغله. طب بينفع ابدل متغير اسمه في 5 مثلا اكس اقول له؟ لا، اسم المتغير لازم يبدا يا اما باندر سكور، مش السكور العاديه، الاندر سكور اللي هي بتجي شفت مع الاندر سكور مع الشرطه، او بحرف. كمان اسم طبعا بينفع بعد هيك اقول له اكس مثلا اكس 5 عادي، بس هي مش ما يبداش برقم. تمام؟ ما يبداش متغير برقم. هذه شغله. طب بينفع اقول له مثلا اكس اكس بعدين اقول له نجمه؟ لا، بيحكي لي انه بس المتغيرات طلعوا اه بتحتوي على بتحتويش على رموز خاصه، يا اما بتكون من 0 ل 9 القيم اللي يعني في الاكس او في الاندر سكور. اما الاشياء مثلا احط له ات مثلا احط له نجمه ما بتظبطش. واضح؟ هات نجرب مثال على الاستخدامات الخاصه هذه. مثلا بدي اعرف متغيرين واجمعهم مع بعض، بدي اقول له مثلا اكس تساوي 5 واي تساوي 6، بقول له ايكو الاكس زائد الواي ايش حيطبع؟ حجمهم طبعا 11. طب لو انا قلت له انا ببدا في شط الات هذا اعمل ران، هيعمل سنتكس ايرور ان اكسبكتد، يعني هو مش عارف ايش يعني. تمام؟ طب لو قلت له هالنجمه مثلا، طب لو قلت له اندرسكور هذه فيش فيها مشكله اندرسكور اه طبعا هذا زمانها ايش برضو ليش بالضبط اه لا مركز معنا نعمل التشغيل هي 11. طب لو حطيت هذه مثلا كابيتال لتر عملت ران ايش بطلع؟ ليش؟ لأنه حسست لحالة الحرف صح؟ بعتبر هذه متغير وهذه متغير ثاني.
طيب لو بديتها في رقم هان قلت له واحد وطبع لي هان واحد، وليش unexpected one؟ تعرف الوان ايش في حالات؟ خلاص ما هي. طب لو قلت له انا خمسة عادي صح؟ اكس خمسة تمام. طب هيفيد المتغير ده ايش نوعه؟ لاحظوا احنا كنا في الاس كيو ال نقول له ايش؟ مثلا عندي اي دي ونوع اي دي، عندي مثلا نيم ونوع حفار فار. هان بحكي لي في البيئة شو انت بتحدد ايش النوع؟ ها كيف بحدد النوع؟ بقول لي بناء على القيمة اللي بتعطي له اياها. اعطيته انتجر خلص بعتبرها انتجر، اعطيته نص بعتبره نص، اعطيته دبل بعتبره دبل. تمام؟ يعني بناء على القيمة اللي بديك اياها بتحول المتغير. واضح؟ طيب هلا مثلا بدي اقول له طب انا كيف بدي اعرف مثلا انا المستخدم يعطيني بيانات، بدي افحص هل هو دخل رقم او لا. في عندي دالة اسمها الفاردم. الفاردم هذه عبارة عن دالة بتجيب لي نوع المتغير. مثلا هان بدي اعرف ايش نوع المتغير اكس خمسة مثلا او واي مثلا. بدي اقول له هان دم للواي، بدي اعرف ايش نوع الداتا تايب تبعت الواي. لو جينا نعملها لها تشغيل او تحديث قال لي هو نوعها انتجر وقيمتها قديش؟ ستة. تمام؟ واضح؟ طب لو قلت له 6.1 لقيت صار المتغير واي بيحتوي على رقم ايش؟ دبل. او بيحكي عن ديسيمال او فلوت نفس الحاجة بس بيختلفوا بالحجم طبعا. واضح؟ طب لو دخلت له نص هذه خليتها نص، هادي هاد نص ولا رقم مالكم؟ اها هنشوف. قال لي سترينج واعطاني قيمته، قال لي ايش هان؟ بتكون من كم خانه؟ طلعوا هي خانه خانتين ثلاثه. فممكن بعضه يقول هذا رقم، لكن بقول لك اي شغله بتكون موجوده داخل السنجل كوتيشن او الدبل كوتيشن بعتبرها ايش؟ بعتبرها نص. تمام؟ طب لو قلت له مثلا هنا ترو اعتبرها ايش؟ بول. باختصارها بول، هي بولين يعني اللي هي قيمة ترو أو فولس. واضح؟ هذا بالنسبة لأنواع المتغيرات. إذا في البي اتش بي أنا بعرف ايش النوع المتغير؟ لا، أول ما أعطيه قيمة هو بناء على القيمة بيحدد نوع المتغير. واضح؟ مش زي الـ SQL. تمام؟ تمام يا معتصم؟ طيب نشوف اللي بعده. الآن في عندي نطاق المتغيرات. أنا آخر شيء بناخده سهل سهل كثير. طيب مش طيب. طبعا عشان البي اتش بي يعني بحدد التايب تبعها بنسميها لوزلي تايب. ايش يعني لوزلي تايب؟ لوزلي معناه ايش؟ بيفقد يعني، هو ما فيش نوع معين بناء على القيمه اللي بعطيه اياها بحدد النوع. هذا لوزلي تايب. طب الان نطاق المتغيرات. نطاق المتغيرات طلع لانه عندي كود كب ثاني خلينا نكتبه احنا. خلص ما تطبش يا لسه ما خلصتش. ركزوا معي هان، خليني بس احذف ال HTML هذا بديش اياه عشان يبين كل الكود. وين بدي احذف هذا كله؟ الاول قلت له مثلا اكس تساوي 5 وعملت هيك الداله بسيطه. مثلا قلت له فانكشن مثلا sum ايكو select. وهنا قلت له ايش؟ ايكو اليكس. هذا استدعي الفانكشن ده اقول له هذا سام ايش بالكو يطلع؟
ليش؟ وهي اللي انا عم اطبع برا. خلص هاي احذفها، احذفها نشغل اياها. هات مع خمسة. طب نشوف undefined variable x. هنا بيجي مفهوم السكوب تبع المتغير. الان انا معرف متغير، بقول لك هذا المتغير مثلا تغير مثلا التصاريح مثلا هذه اللي بنروح فيها بطلع برا، بس انا بعد تصريح تزور المكان الفلاني، مكان اللي بعده لا مش مفهوم. زي الفكره هنا في عندنا في البي اتش بي اللي هو طول السكوب، النطاق اللي بشتغل فيه متغير. تحكي لي اذا كان المتغير خارج الفانكشن، شايفين الاكس برا الفانكشن صح؟ بقدرش استخدمه داخل الفانكشن. هذه الحالة إذا عرفته داخل، إذا طبعته مثلا أو استخدمته داخل الفانكشن بعطيني إيرور. بقول لا أنت ما بتشتغلش هلا لو سمحت، أنت شغلك برا. وما تدخل علي إلا برا الدالة. يعني بشتغل يا سامر هذا لا مش داخل برا، هذا اسمه جلوبال. ليش جلوبال؟ لأنه على مستوى البي اتش بي كلها طلع. هاي البي اتش بي هاي بدايتها وهي نهايتها، هو جاي بينها مش جاي جوا الداله. فبنحكي عنه هذا جلوبال. جلوبال ايش يعني؟ عام يعني جلوبال، يعني لوكال. لا مش لوكال. انت حكيت الشغل العكسيه، غير نحكي عنه كمان شوي تمام؟ اذا هذا بحكي عنه متغير شعوره الاكس جلوبال ليس لانه معرف على مستوى البي اتش بي كلها، مش داخل داله معينه تمام؟ الاشي اللي مش داخل داله داخل البي اتش بي مباشره نحكي عنه جلوبال. السكوب تبعه بكون جلوبال، السكوب يعني النطاق تبعه بكون جلوبال، يعني ما ينفعش تستخدمه داخل الدوال تمام؟ بس بيشتغل خارج الداله. الان لو جيت هنا طبعا عطلت هذه، جيت قلت له هان ايكو للاكس وعملت ران هاي اشتغل عادي تمام. طب لو انا احذف المتغير هذا، يا سامر بس ركز معنا العشر دقائق. لو هنا قلت له في عندي متغير اسمه مثلا اكس تساوي 66 مثلا، وانا قلت له ايكو للاكس وانا طبعت قلت له صام، ايش بالكو يطلع؟ هات عمران شوف عملت تشغيل طبعا 66. الان في هذه الحاله اذا كان المتغير بيحكي لي، اذا كان المتغير داخل الداله بنحكي عنه لوكال فاريبل، وهذا المتغير ما بيشتغل الا داخل الداله تمام. الان لو جيت هلا قلت له ايكو الاكس نجي نعمل ران تشغيل يعني ولي انديفاين فاريبل اكس طلع الخطا بقول لي في رقم 9، هي رقم 9 هان. طب ما هي موجود هان، بقول لك لا هذا مش نطاقه، النطاق تبعه بس داخل الداله تبعه يعني بموت داخل الداله تبعه بعدك بيطلعش واضح. طب ليش طبع هان؟ لانه لما استدعينا هذه الداله راح قال هي اكس وهي تبعها، وبعدين خلص يعني هذا المتغير مش راح يكون معرفة واضح تمام. طيب لو هنا قلت له مثلا وين رايح؟ طب خلصنا عندنا لو رجعت هذه وانا قلت له صام طبعا ايش حكينا بتطلع؟ ايش هذا نوعه اللي بتغير؟ جلوبال سكوب النطاق تبعه ايش؟ عام او بنحكي عنه عالم. وهذا لما يكون تعريف شو بكون ايش؟ لوكال. في هذه الحاله ايش؟ جلوبال. طبعا لو جيت عملت طباعه هقول ايش؟ ايرور. طب لو انا مقرره خلاص انا بدي اطبع المتغير الجلوبال داخل الفانكشن، تقول لي ماشي اطبعيه بس لازم بالاول ايش؟ بالضبط اقول له هنا اكس جلوبال جلوبال بقول له ايش؟ مين الجلوبال اكس؟
ايش معنى جلوبال؟ يعني لو سمحت استخدم لي المتغير جلوبال هان في الداله تبعتي. لا لو عملت لي ايكو نشوف جلوبالز اظن قياس. نشوف تمام هاي طبعها، مع انه 66 دير بالك، ولو انا لو عطلت هذه هي بدي اعطلها. لاحظوا قال لي undefined variable x. طب انا مصره بدي استخدم المتغير الخارجي، بقول له ايش؟ global، وبعطي له ايش؟ اسم المتغير الخارجي اللي انا بستخدمه اللي هو global ايش؟ x. معي تسوح يا يعني. نعمل ران هيو ايش؟ اشتغل تمام، واضح؟ إذا لو الشيء عندي جلوبال بدي استخدمه داخل اللوكال، ايش بقول له؟ بقول له لو سمحت أنا بدي استخدم الجلوبال اكس، تمام؟ واضح؟ في طريقة ثانية بحكي لي البي اتش بي بيخزن كل المتغيرات الجلوبال في الدالة اسمها جلوبالز، فقلت له هنا أنا جلوبالز، استأكد من اسمها. globals on طبعا لازم يكون كلها كابيتال globals، وهنا بفتح قوس هيك هو بشوف ايش لما اقول له globals x، يعني بدي المتغير x اللي نوعه global، السكوب تبعه global. نجي نعمل run هاي وقال لي 66 تمام. واضح؟ واضح؟ في حد عنده سؤال؟ شوي بس ضايل نقطة أخيرة، بس نقطة لونة هي مش كتير. في حد عنده سؤال عن هذا الإشي بالأول؟ أكيد. إيش الفرق بين جلوبال واللوكال طيب؟ هاي سام أها لوكال بالضبط. طب لو أنا بدي أستخدم الجلوبال داخل اللوكال، بحط كلمة global، أو حكينا إنه كل الـ PHP بيخزن كل المتغيرات اللي من نوع global في array اسمها globals، وهذه دير بالكم حساسة، يعني حطيت هنا إيه small بيفرق معك الشغل، تمام؟ يعني هذه حساسة لأنه هذه array متغير من نوع array، فناخدها لقدام، تمام؟ واضح؟ ضايع الشغلة الأخيرة قبل أحكي لكم بس مثال، مثال هو صغير. لا لو قلت مثلا انتجر x تساوي صفر، تمام؟ بعدين قلت له ايكو ايكو للاكس، والله بتضبط، بس هذه نقطة مهمة ركزوا معي شوي فيها. وبعدين قلت له هنا x زائد زائد، ايش بيساوي؟ بس خلينا نتبع الكود. أول شيء الاكس قيمتها زيرو، هذا ايش نوع الفاريبل؟ مش حطوا انتجر. ايش نوع قصده من ناحيه الجلوبال ولا ايش جلوبال؟ هذا لوكال، تمام؟ ايش قيمته؟ صفر. الان بمسك ايكو وبطبع الصفر، تمام؟ بعدين بزود على لما قلت له اكس تساوي زيرو، اكس تساوي زيرو، ليستدعيها بعد ما يستدعي الفانكشن، استدعيتها مثلا كم مره الفانكشن؟ خلينا بس نعملها رن هان، طلعت صفر. طب لو بدي استدعي كم مره؟ يعني زي بدي اعمل عداد، بدي اعد صفر 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 1 2 3 4. نعمل رن، ايش بتوقع يطلع؟ طب ليش؟ بالضبط لقيتها. بقول لكم لما نستدعي الفانكشن السم بالاولى ايش كان بالاول؟ صفر، وبعدين طبعها، وبعدين قال 1. لما تخلص الفانكشن تحذف متغيراتها من الثانية، خلاص بتساوي، تمام؟ لما يجي يطبقها كم مرة بقول له سم، بقول له ايش فيها؟ فيها اكس تساوي زيرو، بربع على اكس تساوي زيرو، وبعدين بطبع الزيرو، وبعدين بصير 1. خلص. طب لو عملتها طب هيك
ليش؟ لأنه بعد بحكي لك بعد كل ما ينفذ الدالة بحسب متغيرتها من الذاكرة، يعني خلص هي بتموت وبتحيا بعد ما نفذها. وبعد الاستدعاء ايش بصير؟ خلص بنحذف القديم وبيجي الجديد مكانه. قلت له مثلا هانسام بروح بشوف الداله ايش فيها، اكس تساوي 0 بقول له اكس تساوي 0، بعدين بطبعها بعدين اكس بتصير 1. طب لو انا معني يعني بتجي تطبع 0 1 2 3 زي عداد يعني زي السبحه الالكترونيه اللي بتعد 0 1 2. لا بدي من يعني نفس الآلية هاد، طلع نفس الآلية هذه يطبع لي 0 1 2 ممكن، فكرة ممتاز. بس في شغلة تانية اللي هو النوع الأخير اللي إحنا ما حكيناش عنه اللي هو إيش؟ ستاتيك. إيش معنى ستاتيك؟ بحكي أيوة بالضبط ثابت، يعني أنا بدي هذا المتغير بعد ما ينفذ الدالة يضل موجود بالذاكرة. شوفوا أنا إيش حكيت لكم، لما نخلص استدعاء الذاكرة من الذاكرة خلاص بحذف الإكس، لكن أنا بدي إياه يضل موجود. فبقول له أنا بدي إياها بس بعد قبل ما تغير كلمة ستاتيك. ستاتيك معنى ذلك إنه بعد ما تخلص تنفيذ الدالة احتفظ بآخر قيمة أخذها الإكس. فلما أقول له مثلا صمت في هذه الحالة طلع شو يصير؟ في الحالة الأولى عندي الإكس قديش؟ بس نرجع للمثال. والله تركزوا معي شوي بس. الإكس كانت هاي طلع الإكس تساوي 0، أنا بقول لك الإكس تساوي 0. وبعدين طبعا طبعها وبعدين قال لي إكس لقيت طبعات قديش؟ زيرو. بعدين قال اكس زائد زائد فهذا اكس صارت ايش؟ 1. طب في الاستدعاء اللي بعده لقاها ستاتيك ما بروحش بحذف اكس، بكمل عليه بكمل عليه تمام؟ فبيش اللي بيعمل لكم بلاقي اكس تساوي 1 بيعمل لكم ال 1. بعدين بصير الاكس زائد زائد فبصير الاكس تساوي ايش؟ 2. طب وهذه خلص من الاكس تساوي 2 بزود عليه طبعا بحذفش المتغير خاص بخليه بضل ماشي عليه. فمعنى ستاتيك بضل ايش؟ بخزنها في الذاكره. نيجي نعمل ران طبعا ضل ما حطيناش ستاتيك ستاتيك بس بتطبع بعديها بي ار عشان إذا صدر يعني. ما ينفعش أجمع. طلعوا. 0 1 2 نشعر طبعا بالعكس. 0 1 2 ليش طبعا بالعكس؟ أشوف المسألة. صفر واحد اثنين أثرت في موضوع البي آر، ممكن نحط البي آر هنا احنا إيكو البي آر عشان ينزل سطر جديد يعني. نعمل ران برضو هذه بتأثر البي آر تمام بغض النظر، بس عرفنا ايش هدف ايش؟ الستاتيك. ممكن احط سبيس تمام، بس عرفنا كده ايش هدف الستاتيك. ايش هدف الستاتيك؟ تبعت اللوكال تمام. هيك بنكون